اتهامات قتل ضابط قطري تلاحق التحالف التركي القطري وفضائح جديدة لنظام تميم في مجال حقوق الإنسان. في ظل القمع الذي يمارسه النظام تميم وتحالفه مع الأتراك من خلال القواعد التركية في قطر، اتهم ناشطون ضابطا تركيا بقتل الشاعر القطري مشعل بن عكروم المري، وتحدثوا عن احتلال تركي لقطر وذل وإهانة. وتصدر هاشتاج مشعل العكروم وتركيا تقتل شاعر قطري موقع تويتر، حيث قدم البعض روايات مختلفة لوفاته في ظل صمت رسمي مطبق من الدوحة والجهات القطرية الرسمية التي لم تتعرض لوفاة المري الذي انضم للجيش القطري مؤخرا حسب هذه الروايات. وأكدت عائلة الشاعر القطري الراحل وفاته، وجاء في حساب شخص يدعى عبد العزيز المري أن مشعل توفي فجر 26 من يناير الماضي، مشيرا إلى أنه كان مشاركا في دورة صاعقة في الجيش القطري. ونشر ناشطون على تويتر مقاطع فيديو للشاعر وهو يلقي قصيدة وصورة قالوا إنها للضابط التركي الذي قتله، وكتب البعض أن مشعل انضم للجيش القطري وأشرف على تدريبه جنود أتراك كانوا يسلطون عليه عقوبات قاسية أدت في النهاية إلى وفاته. وفي رواية أخرى قيل أن مشعل قتل بعد أن رفض أخذ أوامر من الضابط التركي، حيث تحدث بلهجة حادة معه ورفض وجوده. وفي سياق متصل، فقد كانت تقارير إعلامية قد أكدت أن الضابط التركي نقل الشاعر مشعل آل عكروم المري إلى غرفة مغلقة وقام بالتعدي عليه بالضرب، فرد الأخير دفاعا عن نفسه إلى أن احتدم الصراع وكانت النهاية مقتل عكروم بطلق ناري. نظام تميم معروف بالدموية وعدم التساهل مع معارضيه ولا يستمع لوجهة نظر مختلفة، فقد هربت المواطنة القطرية معجبة حمد الفوز، وذلك استمرارا لمسلسل هروب القطريات من الدوحة بسبب الضغوط التي يتعرضن لها وعدم وجود قانون يحميهن من العنف. معجبة حمد واحدة ضمن العديد من القطريات التي لجأنا إلى الهروب خوفا من نظام تميم القمعي، حيث إنها قامت بانتقاد الشيخة موزة والدة أمير قطر ما عرضها للتهديدات بالقتل واللجوء للهروب إلى لبنان في بداية الأمر، ولكن رجال تميم في لبنان لم يرحبوا بها وقام السفير القطري هناك بطردها وهربت إلى بريطانيا. وكانت منظمة Human Rights Watch أكدت أن قانون الأحوال الشخصية في قطر يميز ضد المرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، إذ ينص القانون على أنه لا يمكن للمرأة الزواج إلا إذا وافق ولي الأمر الذكر على ذلك، رغم أن الرجل يتمتع بحق أحادي الطرف في الطلاق، بينما يتوجب على النساء التقدم بطلب للمحاكم بالطلاق لأسباب محدودة.